فأتت بقومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا أخت يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون